كان وعده لليهود بإقامة دولة في أرض فلسطين كان في نوفمبر عام 1917 للميلاد، أي في مثل هذه الأيام في الثاني من نوفمبر عام 1917، أي أنه مضى على وعد بلفور 99 عاما، فبقي عام واحد ويتم هذا الوعد 100 عام. لله عز وجل سنن، الشيء إذا بلغ 100 غالبا يبدأ في الانحدار، كما أن الشدائد إذا بلغت 7 غالبا تبدأ في الزوال. فإذا جمعت هذا وهذا، أولا إذا جمعت هذا وهذا نتم، نظرت فيما عرف في زماننا بالربيع العربي، وقد نجم عن هذا الذي سمي بالربيع العربي آلام، نجم عنه آلام وجراح وفرقة وبلاء في الأمة، إنكارها نوع من المكابرة، وهذه بدأت في أواخر 2010 للميلاد، أي أنها بنهاية عام 2017 تنتهي 7 أعوام. فلعل الله يجعل للأمة بعد هذه 7 كما قال جل وعلا في حق نبيه يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فيتزامن مع نهاية عام 2017 انتهاء 100 عام على وعد بلفور، وانتهاء 7 سنين على ما سمي بثورة الربيع العربي. ونحن نتكلم عن دولة بعينها، هذا ليس من حقنا، لكن نتكلم عن جملة الآثار، كل شيء يحمل الحسن يحمل السيء، فيه الفرح فيه الحزن، لكن نتكلم عن غالب الآثار الذي أصابت الأمة من تسلط الأعداء والفرقة والشتات وسفك الدماء وغير ذلك مما هو مشاهد، وما من أحد من العرب والمسلمين إلا وهو اليوم يستغيث الله في أن يرفع هذا الكرب والبلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.